مائدة بني إسرائيل. لماذا سأل الحواريون من عيسى أن يسأل الله مائدة من الجنة؟ ولماذا أمر عيسى الحواريين أن يصوموا 30 يوما بالتحديد؟ وماذا اشترط عليهم حتى يقبل صيامهم؟ ولماذا رفض الحواريون أن يأكلوا من المائدة بعد ذلك؟ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام وصحابته، مثل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمر عيسى عليه السلام الحواريون بصيام 30 يوما، فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم. سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن تنزل عليهم المائدة كل يوم يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم. فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم. وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه. ولما لم ينتهوا عن ذلك أجاب طلبهم، ودعا الله أن ينزل عليهم المائدة تكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم، وتكون كافية لأولهم وآخرهم، لغنيهم وفقيرهم. قام وصف بين قدميه وأطرق رأسه وبكى بكاء شديدا وتضرع إلى الله. وأنزل الله تعالى المائدة من السماء، والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت سأل عيسى عليه السلام ربه عز وجل أن يجعلها رحمة وأن يجعلها بركة وسلامة. ولم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: بسم الله خير الرازقين، فإذا عليها من السمك 7 أرغفة وخلا ورمان وثمار، ولها رائحة عظيمة جدا. ثم أمرهم بالأكل منها فقالوا: لا نأكل حتى تأكل. فقال: إنكم الذين ابتدأتم السؤال لها، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء. فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى، وكانوا قريبا من 1300، فأكلوا منها. وبرأ كل من به عاهة أو آفة، فندم الناس على ترك الأكل منها حين رأوا إصلاح حال أولئك. وقد قيل أنها كانت تنزل كل يوم مرة، فيأكل الناس منها، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل أنها كان يأكل منها نحو 7000. ثم أمر الله عيسى أن يجعلها للفقراء والمحتاجين دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت بالكلية، ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازيرا. وقد ذكر بعض العلماء أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم.